السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر، وأهلا بيكم في خبر جديد من أخبار قناة عبير عامر. ياريت الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان توصل لكم كل إشعاراتي وتعرفوا الأخبار الجديدة أول بأول، وما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا. إصابة الفنانة مديحة حمدي بفيروس كورونا. خبر بيقول طلبت عدد من صديقات الفنانة مديحة حمدي بالدعاء لها بالشفاء العاجل بعد إصابتها بفيروس كورونا. وكتبت إحدى الصديقات عبر حسابها فيسبوك قائلة: دعواتكم القلبية للفنانة مديحة حمدي للشفاء من فيروس كورونا الذي أصيبت به، ربنا يشفيها إن شاء الله ويعافيها يا رب. هم كتبوا: دعواتكم القلبية للفنانة الأيقونة مديحة حمدي للشفاء من مرض الكورونا الذي أصيبت به، والله هو الشافي العافي، ربنا يشفيها إن شاء الله.